محمد الحلبوسي بسيناريو خاص بي استطاع إرغام الإطار على أن يصوت له وفق مفهوم المحاصصة. شلون اجبارهم؟ طبعا ماكو اجبار بالموضوع؟ لا، واضحة عند جميع العراقيين، حتى البسيط في الفهم في الفكر السياسي يقرأها، يعني محمد الحلبوسي أجبر الإطار على أن يعيده ويرسخوا وجوده داخل مجلس النيابة. لا عفوا، احنا ما نتكلم هذا عن شيء، هذا وأنا ما قاطعتك قبله. عفوا. فمحمد الحلبوسي نجح في إرغام الإطار بأن يصوتوا له، هذا واحد. الشيء الثاني، نحن كحركة امتداد، حركة ثورية، هذه الحركة مؤمنة بفكرة الأغلبية. هسه تقول لي الأغلبية اللي كانت عناصرها تقليديين، أقول لك نعم، لكنه مؤشر كخطوة أولى باتجاه المغادرة التشويه السياسي باعتبار أن تكون هناك حكومة أغلبية وتكون هناك معارضة. هاي الفكرة مؤمنين بها رغم وجود أحزاب تقليدية موجودة، لكن معناتها خطوة أولى من أجل أن يكون هناك عمل سياسي حقيقي. يعني كان الهدف هو دعم مشروع الأغلبية، الفكرة، وليست الشخوص. الشخوص احنا نسميهم تقليديون ونعرفهم. موضوع الأمم المتحدة طبعا بالنسبة لموضوع الأمم المتحدة كان خجولا جدا ومقصرا باتجاه الصوت الاحتجاجي. شنو اللي ممكن يسوي؟ نعم، الصوت الاحتجاجي فقد الكثير من دماء العراقيين، وهناك الكثير من الجرحى فضلا عن المغيبين وغيره، فكان صوتهم خجل جدا ومقصرين باتجاه اصوات الجماهير وباتجاه ان يكون هناك راي حقيقي للشعب العراقي بموقفه